Bem, antes de ler a minha declaração, a imprensa... كلمتي للصحافة أود أن أقول إلى فخامة رئيس السيسي أنا سعيد جدا بوجود هنا في مصر في هذه اللحظة المهمة والوضع الراهن المهم في السياسة الدولية في الوقت الذي كان من المفروض علينا أن نتكلم عن إنتاج الغذاء للعالم من المفروض أن نتكلم عن التنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل وخلق مناصب الشغل ونحن للأسف نتكلم عن الحرب الحرب التي في أغلب الأحيان هي تتخذ بقرارات مجنونة لدينا مثلا الحرب بين روسيا وأوكرانيا ونحن بالرغم أن ليس لدي أي تفسير لهذه الحرب لماذا الأمم المتحدة ليس لديها قوة كافية لتجنب هذه الحرب وتجنب مغامرات لأن الحرب كما نعلم لا تخدم أي طرف وتنتج المعاناة والضحايا وهناك أيضا الحرب في قطاع غزة وبالتالي فإن البرازيل كان البلد التي نددت بصفة قوية الهجوم الذي قامت به حماس ضد إسرائيل وكذلك الرهائن التي تم أخذها ونحن نددنا وتكلمنا عن هجوم إرهابي ولكن ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي لهزم حركة حماس ولكن للأسف هي تقتل نساء وأطفال وهو أمر لم سبق لنا أن شاهدنا في أي لحظة في العالم وأنا لم يسبق لي أن شاهد شيء من هذا القبيل وبالتالي وفخامة الرئيس فإن للأسف فإن المؤسسات المتعددة الأطراف التي نشأت لحلحلة هذه المشاكل فهي لا تشتغل للأسف لذلك فإن البرازيل ملتزما ويعول على الدعم المصري لكي نقوم بتحقيق التغييرات الضرورية في مسألة الحوكمة الدولية يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يدرج بلدان أخرى ليحقق تمثيل في إفريقيا في جنوب أمريكا الجنوبية أن تكون هناك جيوسياسية جديدة في مجلس الأمن يجب أن نقضي على حق الفيتو المستخدم من عدة بلدان ويجب على أعضاء الأمم المتحدة أن يكونوا أن يدافعوا على السلم وليس تشجيع الحرب فإن الحروب الأخيرة التي شاهدناها وغزو عراق مثلا فلم يكن هناك استشارة أي عضو في مجلس الأمن وكذلك غزو ليبيا فلم يتم استشارة أي عضو من الأمم المتحدة وكذلك الأمر عندما غزت روسيا أوكرانيا ومجلس الأمن ليس في حوزته أي قرار أو أي وسيلة لإيقاف الحرب وبالتالي ما علينا إلا نطلب السلام وندافع على السلام ولكن على ما يبدو فإن إسرائيل فهي تنتهك كل القرارات التي تؤخذ من طرف الأمم المتحدة لذلك يجب علينا أن نتخذ القرارات وأنا تكلمت مع فخامة رئيس السيسي وشكرته لتضامنه والمساعدة المقدمة للبرازيل حتى يتسنى لنا أن نقوم بإجلاء المواطنين البرازيليين الذين كانوا عالقين في قطاع غزة وساعدونا عن طريق السفارة هنا في مصر وقمنا بإجلاء حوالي 2000 شخص وضمان عودتهم بسلامة إلى البرازيل بالتالي أود أن أحيي فخامة الرئيس يسعدني أن أعود إلى القاهرة بعد مرور 20 عاما عن زيارتي كأول رئيس برازيلي يقوم بزيارة لمصر.
وأعود الآن الاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وأنا الرئيس الأول الذي زرت بيروت وبلدان أخرى من الشرق الأوسط، لأن من قبل البرازيل ليس لديه إرادة للقيام بالسياسة الدولية، ونحن نسينا المناطق الأخرى، وبالتالي بعد حكومتي فنحن بدأنا نزور بلدان أخرى، وبالتالي أنا أزور البرازيل وأعود للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. واليوم على غرار عام 2003 تهدف زيارتي إلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وبلدان إفريقيا والشرق الأوسط، وتلعب العلاقات مع مصر دورا هاما وفريدا في هذه الاستراتيجية. وفي اللقاء الذي عقدته مع رئيس السيسي ناقشنا الموضوعات والإجراءات التي من شأنها أن تجعل تعاوننا ينمو مرة أخرى في المجال الثنائي ويتوسع في المحافل المتعددة الأطراف. واقترحت لفخامة الرئيس أن نقوم بارتقاء بعلاقتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لأن بلداننا مصر والبرازيل بلدان نامية وحجم كبير وعدد كبير من الناس في البرازيل ومصر، يجب عليهما القيام بعلاقات كبيرة، بالتالي علاقاتنا يجب أن تكون قوية وكبيرة وفي كل المجالات الممكنة: الثقافة والدفاع، الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم، وبالتالي فعلاقتنا يجب أن نقوم بتحقيق ديمقراطية التشغيل في الأمم المتحدة في ميدان الثقافة والتربية. وأنا أتمنى أن أصدقائي وزملائي من مصر وفخامة الرئيس أن يقوم بعلاقة استراتيجية معنا، لأن حجم المبادلات التجارية بمليارين فهو قليل جدا بالنظر إلى أهمية اقتصاد البلدين وحتى حجم المجتمعين. وأنا ما قلته لرئيس سيسي، فنحن نريد بناء علاقة تجارية يستفيد منها الطرفين، علاقة بين بلدين تكون تعود بالفائدة للبلدين. ما نريده أن نشتري من مصر ونبيع لمصر، وبالتالي فالنتيجة الأخيرة أن تكون نتيجة مفيدة وحجم تجاري متوازن بين البلدين ويصب في مصلحة البلدين ومصلحة اقتصاد البلدين. ونحن بلدين كبيرين في مجال التنمية، ونعمل على تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل السلام والأمن، ونحن نندد التمييز العنصري والمعادات السامية. والبرازيل فتدعم مبادرة مصر لمنطقة حرة خالية من السلاح في الشرق الأوسط، ونحن لدينا نفس المبادرة في أمريكا الجنوبية، ونحن نعول على دعم مصر في G20 لكي نحقق نجاح هذا الاجتماع، خاصة في مبادرتين ألا وهي التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والتعبئة الدولية ضد التغير المناخي. ونحن نريد أن نشجع أيضا مباحثات حول الديون الخارجية للبلدان الفقيرة، ورغم مشاركة الاتحاد الإفريقي في G20 انطلاقا من هذا العام، فإن القارة تحتاج إلى تمثيلية أكبر وتحتاج إلى إدراك بلدان أخرى. وفي إطار البريكس سوف نعمل على إصلاح الحوكمة الدولية وبناء السلام، خاصة في الوضع الراهن وفي الوضع الذي يتميز بحماية البلدان وعدم إشراك البلدان الفقيرة في التنمية. وبالتالي فالبريكس فهي فرصة سانحة لكي نعطي الفرصة للبلدان للمشاركة في مسيرة التنمية وكذلك تحقيق عالي متعدد العلاقات.
وهناك أيضا اهتمام من جانب البرازيل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في البريكس لكي لا نرتبط ولا يرتبط العالم ب وإن دخول مصر كعضو في البريكس يمثل فرصة سانحة لتعزيز دخول الدول النامية إلى هذه المنظمة، وهذا مهم جدا لنجاح المؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ أي كوب 30 الذي سوف يعقد في مدينة بيلين في البرازيل في 2030. ونحن أيضا أن نفهم أن نحتاج إلى مساعدة مصر خاصة عندما عقدت كوب 27، ونريد أن نستفيد من خبرة مصر في هذا الميدان. والالتزام الدولي الأول كان كوب 27 هنا في مصر بناء على دعوة من فخامة رئيس السيسي، والعلاقات التجارية فهي تنمو وهناك فرص سانحة لتنويع هذه العلاقات وتنويع المنتجات، ومصر فهو الشريك التجاري الثاني في إفريقيا وبتبادلات تجارية ب 2 مليون دولار، وهناك اتفاقية ميركوسول مصر الذي من شأنه أن يعزز هذه المبادلات والتكامل بيننا، ويمكن أن يكون لنا اتفاقية لتسهيل الاستثمارات بين بلدينا، وقمنا بتوقيع اتفاقيات في ميدان العلوم والتكنولوجيا والزراعة التي سوف تساهم في تنمية قطاعات استراتيجية في بلدينا، واتفاقية في المدينة الجوي أيضا بين البرازيل ومصر سوف يساعد التبادل بين البلدين. وتكلمنا أيضا عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإن تزايد العنف ضد مليوني الفلسطينيين المتواجدين في غزة فغير مقبول، وبالتالي نحن نرى أن مصر هو مهم جدا لإيجاد حل لهذا الصراع. وتكلمت مع فخامة رئيس السيسي وقدمت له الشكر للمساعدة المقدمة في إجلاء المواطنين البرازيليين من قطاع غزة، ومن الملح أن نقوم بوقف إطلاق النار عاجل لكي يسمح لتقديم المساعدات المستدامة وإجلاء كل رهائن، وإن البرازيل بالعكس مع مبادرات أخرى، لذلك فإن البرازيل يقدم الدعم للقضية المقدمة من طرف جنوب إفريقيا، لأن بدون سلام لا يتحقق إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة ضمن الحدود المتفق عليها والمعترف بها. وأنا على يقين بأن اليوم نفتح صفحة جديدة ومهمة من العلاقات الثنائية بيننا، لذا أريد أن أشكركم فخامتكم، وشكرا جزيلا للشعب المصري ولكم شخصيا على حفاوات الاستثمار.